عنده 55 سنة. هوب 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 هوب، اوعى تفتحي مش عارف ايه، انت كلميه بس كده. اهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن قضية انا شايف ان صعب انصح فيها او انصح بيها كل اب وكل ام. يعني ما اقدرش اقول لاب ايه، ما تجيبش لبنتك موبايل، رغم ان انا مقتنع جدا ان الموبايل في ايد الست كارثة، وبالذات لما اكون مراهقة لسه في 14-15 سنة. لو قلت كده يبقى انا بهزر. مفيش اب هيسمع كلامي، يقولك ازاي واطمن على بنتي ازاي، واشمعنى هي كل زمايلها يبقى ماسكين موبايل احدث موديل وانا بنتي اللي معهاش موبايل اصلا. لا 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 يا استاذ حنب، الموبايل دلوقتي اصبح في يد كل واحد، اشمعنى بنتي؟ لا لا لا. ولو قلت له طب يا عمي ما تدخلهاش على النت، يقولك هو بمزاجي، ما هو باقي يا استاذ حنب ممكن تدخل ليها على النت من التليفون، ولازم يكون راوتر في البيت. خليها عايزه تكلم حد من زميلاتها، تبعت رساله لحد من زميلها. ايوه انت ايش عرفك ممكن يكون زميلها؟ ايش عرفك ان هي هتكلم زميلاتها؟ وايش عرفك ان مش هتعمل علاقات؟ ومش عرفك ان هي هتدخل على الواتس تكلم مين، وعلى الماسنجر هتكلم مين؟ ايش عرفك؟ انا مربي بنتي يا سبحانه، في ايش عرف؟ مفيش حد بيربي ولاده دلوقتي. مين قال ان مراتك بتربي ولا انت بتربي؟ اللي بيربي الشارع واصدقاء المدرسه واصدقاء السوق. اتهيالك انت بتربي بنتك؟ انا اشك اصلا ان في اب وام بيعرف يربوا ولادهم. الشارع هو اللي بيربي، الزمايل والصديقات هم اللي بيربوا، التلفزيون هو اللي بيربي، اليوتيوب والفيس والواتس والماسنجر والايمو وكل ده هو اللي بيربي. كل اب تهيالي يقولك انا مربي بنتي وعارف بربيها ازاي. مين قالك؟ انت بتقعد مع بنتك قد ايه او ابنك قد ايه؟ بقول له كل ام، انت همك كله التنظيف وجهاز الاكل والغسيل والمكوى والكلام ده كله. امتى بتقعدي مع بنتك بتسمعي لها؟ لكن بنتك على طول ماسكه الموبايل، بتسمع لزميلاتها وبتدخل على المواقع وتشوفه وبتعرف، وكلهم يقولك طب نتعرف من باب بس حب الاستطلاع، بتتعرف على شاب لمجرد ان هي بشوف قال اللي بيحصل، بعد كده تلاقي رجليها دخلت عامله زي شبكه العنكبوت. مين قالك؟ يا كل اب يا كل ام، راقبوا ولادكم كويس جدا، بس للاسف هتراقبهم ازاي؟ هتاخد اجازه من شغلك، والام هتبطل تشوف احتياجات بيتها وتراقب بنتها وابنها؟ ابدا. لكن مين الشيطان الاكبر؟ ده اللي فيد كل بنت وفيد كل ولد، وبالذات في مرحله المراهقه، حتى اللي متجوزين معظم الخيانات بتتم بسبب ده. الست من دول او البنت من دول يقول لك ادخل اشوف حب الاستطلاع. حب الاستطلاع مجرد ما دخلت في الدوامة دي بتلقى نفسها انغمس، وفي الاخر بتغرق، وبتحصل خيانات وبيحصل طلاق وبيحصل خراب بيوت بسبب المدعوك ده. ايه اللي حصل في قصتنا دي؟ اللي حصل في القصة دي في مركز اسمه مركز دير نجم، دير بنجم الشرقية. ايه اللي حصل؟ بنت اسمها هدى في اولى ثانوي، مرحلة مراهقة. اولى ثانوي يعني كم سنة؟ 15 سنة 16 سنة، في عز سن المراهقه. زعلانه من ابوها وامها، ازاي ما يجيبولهاش تليفون زي زميلاتها وزي اصحابها، واشمعنى هي وانت يا بابا فقير؟ ما انت زيك زي فلان الفلاني اللي جاب لبنته، وزي صاحب فلان الفلاني اللي جاب لبنته، اشمعنى انا مصغرني قدام زمايلي؟ يا بابا ده كلنا بنتكلم بعض بالتليفون وبنوعد بعضنا بالتليفون. يا بابا تليفون البيت ما حدش دلوقتي بيتصل بتليفون البيت، وكل زميلاتي لغوا اشتراك تليفون البيت، كله دلوقتي بقى على المحمول يا بابا، وحتى اللي عنده تليفون البيت مخليه بس واصله عشان الراوتر وعشان النت يا بابا. وبعدين خلينا اتصلت بزميلتي قال لي بره، اوصل لها ازاي؟ خير رايحين في درس وعايزين نتقابل. يا بابا انا وانا اعمل ايه؟ ما انا قاعد معاكم في البيت. الاب وام وصت وام قالت لامها يا ماما خلي بابا يجيب لي موبايل. الله خلاص يا ستي انزلي هات الموبايل من اللي انت عايزاه وانا هنزل احاسب. البنت نزلت جابت احدث موديل، اشترى الموبايل بحوالي 4500 جنيه. البنت فرحانه بيه جدا، ابتدت تنزل بقى كل زميلاتها في الفصل والمدرسين اللي معاها في اولى ثانوي، وابتدت تتكلم معاهم. تاني يوم بتوريها لاصحاباتها، قالت ازاي ما عندكيش واتس؟ طب هنكلم ازاي؟ نزل الواتس. ايه ده ما عندكيش فيس؟ نعمل لك صفحه فيس. ايه هو الفيس ده؟ الفيس ده تدخلي وتشوفي اخبار وننزل حاجات عليها ونتكلم عليها، وننزل ماسنجر وننزل هوب هوب هوب، وننزل لك اليوتيوب. البنت قعدت بدل ما بتذاكر قعدت تتفرج ايه اللي في اليوتيوب ده. يا لهوي ده في حاجات كتير قوي، ايه اللي على الفيس ده؟ الله 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 الله، هوب 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 هوب. دخلت رجلها في الموضوع بعد ما كانت بتسهر على الكتاب، بقى بتسهر على المواقع.
وبتدخل على المواقع، وزميلاتها في المدرسه عرفوها عايزه تتفرج على جنس ادخلي على الموقع ده، عايزه تتفرج على كذا ادخلي على الموقع، عايزه تتفرج على مسلسلات وافلام عايزه تتفرج مش عارف ايه، عرفوها كل حاجه. بقت البنت داخله في عالم جديد، عالم كله اضواء كله لمعان، حاجات ما شفتهاش قبل كده وسمعت عنها، داخله بتقولها بنت خام عندها 16 سنه مراهقه، داخله بكل تقولها، شافت العمر ما شافته وشافت المواقع اللي عمرها ما سمعت عنها وشافت الجنس وشافت كل حاجه. البنت في حاله فوران وهيجان غير عاديه، ولا زميلاتها بيقولها ده انا اتعرفت على فلان وفلان وما اعرفش انا بكلم فلان، ده انا عامله صداقتي مع خمس شباب بكلمه وده وده. انت دخلت خسرانه حاجه من قاعده في بيت، هو هيشوفك منين؟ اوعى تفتحي الكاميرا، اوعى تفتحي مش عارف ايه، انت كلميه بس كده. ابتدى البنت تلقى الصداقات، تلقى في واحد بعت لها صداقه، واحنا عارفين اي حد مكتوب قدامه انثى تلقى الصداقات نازله عليه من الرجاله زي حتى لو كلب، ما دام مكتوب قدامه انثى تلقى الصداقات نازله زي الرز. اختارت واحد من الصدفه كده، ابتدت تتعرف بيه، انت مين وانا مين وانت بتشتغل ايه وانت عامله ايه، وكل واحد بيكتب وينخع زي ما هو عايز، لغايه ما اتعرفت على شاب مقيم في القناطر الخيرية محافظة القليوبية، يعني هي من الشرقية وتعرفت على واحد من محافظة القليوبية مقيم بالقناطر الخيرية، وهي قاعدة فين؟ في درب نجم الشرقية، يعني محافظة غير المحافظة، ده هي الشرقية والولد ده من محافظة القليوبية، هي قاعدة في درب نجم وهو قاعد في القناطر الخيرية، بينهم مسافات. الولد قاعد يكلمها وابتدوا بعد كده، طب انت وانت اخبارك، وانا حسيت ان انا مستريح لك، وانا عمري ما كلمت واحده واستريحت لها، وابتدى قصه حب عنيفه لبنت في مراهقه، سن مراهقه، ابتدوا يحبوا بعضهم حب عنيف. قال لها طب احنا نيجي نتجوزك، قالت له بابا عمره ما يوافق ان يجوزني في اولى السنه، وطبعا مش هقدر اعيش بعيد عنك وانت مش هتقدر تعيش بعيد عني، طب نعمل ايه؟ مرحله مراهقه. طب لسه هستناكي ثانيه ثانوي، لما تنجح في اولى ثانوي وتدخل ثانيه ثانوي وتدخل ثالثه ثانوي وبعد كده اربع سنين جامعه، انا ما اقدرش ابعد، وانا ما اقدرش ابعد عنك. قال لها خلاص انا موافق انت تكملي بس نتجوز. قالت له انا لسه صغنطوطه، ده عندي 16 سنه. قال لها ومال، نتجوز ورا عرفي وبعد كده تكملي دراستك وبعد كده نبعت لابوك ولامك. تخيلوا ايه اللي بيحصل على الفيس، هو ده اللي انا بخاف منه. قدر الراجل ده يقنعها ان هم يتجوزوا، هي عندها 16 سنه في اولى ثانوي. البنت جات لها الجرأة تهرب من بيت ابوها في الليل فجرا بشنطه هدومها، رايحه للمجهول لواحد ما تعرفوش شغال ايه ولا مصيبته ايه، كل كلامها على الفيس. هستناكي في المحطه، هكون راكبه كذا، انا هكون لابس كذا، وانا هكون لابسه كذا، واستنوا بعض على المحطه. نزلت من درب نجم، مركز درب نجم الشرقيه، لقته هو مستنيها عند محافظه القليوبيه، خدتها بشنطه هدومها. قالت له لا انا خايف تاخدني فين؟ قال لها هنروح لواحد محامي ونكتب ورقه عرفي. فعلا وداها عند واحد كتب ورقه عرفي، قال انت كده مراتي، خدها البيت ودخل بيها زوجه وزوج. البنت اللي عندها 16 سنه بتجوز نفسها بنفسها، مش لازم بوليه وزي الشرع ما قال وشهود، ولا لا لا لا، بنحب بعض على الفيس وتقابلوا مع بعض على الفيس وهربوا مع بعض وراحوا لواحد محامي مع بعض وكتبوا ورقه عرفيه مع بعض. اللي عندها 16 سنه دخلت شقه واحد ما تعرفوش، دخلت ونامت معاه زوج وزوجه. طب هو عنده كام سنة؟ عنده 55 سنة، عنده 55 سنة اللي اتعرفت عليه، مقيم بالقناطر الخيرية، اسمه ايه؟ اسمه توفيق، عنده 55 سنة والبنت عندها 16 سنة، يعني اكبر منها يمكن باربع مرات. ليه؟ بسبب الفيس، حبت من الفيس، مرحلة مراهقة، اي حد قال لها كلمتين حلوين خلاص حبته، حب المراهقين، واتجوزوا بعض. طبعا ابوها صحي الصبح ما لقاش الهانم بنته اللي عندها اولى ثانوي، اللي بيقول لك انا بعرف مربي ابني ازاي بنتي ازاي، والام تقول ده انا مربيها احسن تربيه، يا ريت الناس كلها زي هدى، يا ده انا مربيها ومعرفاها الصح من الغلط، اهي هربت يا روح امك، هربت لو كنت مربيها صح ما كانتش هربت. ادي اللي انت بتقولي انا عارفه مربيه هدى ازاي، والاب اللي بيقول لك لا ده انا مراقبها، انا حبت يا سيدي على بتبقى قاعده في الاوضه وانت تهلكم بتذاكر وهي بتحب على المحمول، وتقول لك احنا ربينا، وهربت في الليل وخدت هدومها وراحت لواحد ما تعرفوش، وطلع عنده 55 سنه اسمه توفيق، مقيم في القناطر الخيريه القليوبيه، خدت عند واحد محامي واتجوزها. يعني ابوها اصغر منه، ابو البنت اصغر من اللي هي اتجوزته، ابو بنت في الاربعينات واللي اتجوزته عنده 55 سنه.
طبعا الاب بلغ الشرطه، الشرطه تبعت تليفون البنت لغايه ما وصلت لها، تم القبض على البنت لانها قاصر، وتم القبض على الشخص اللي استدركها وضحك عليه، لانه ده يعتبر ضحك عليه، لانها 16 سنه ما يجوز انها تتجوز لوحديها، ولا يجوز ان هي تتجوز الا بموافقه الولي اللي هو ابوها. وحتى في السن ده ما ينفعش القانون يمنع الجواز من قاصر عندها 16 سنه. شفت اللي حصل من خلال ايه؟ المحمول. الام بتقول لك انا مربيه بنتي، والاب يقول لك ده انا عينيا في وسط راسي على البنات. لا يا ست ما تعرفش حاجه، ما تعرفش حاجه، هيتجوزت وهربت فانصف انصاص الليالي وانتوا نايمين في الاوضه، لمت هدومها ومشت اللي عندها 16 سنه. شفتوا اللي بيحصل؟ وكل ام تقول لك انا عارفه مربيه بنتي، زي انت ما تعرفيش حاجه ابدا. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.